في هذا البرنامج سنلقي نظرة على العقول الرائعة لبعض أفضل البنائين في الطبيعة. سنكتشف كيف تتغلب سدود القندس على تصميماتنا الهندسية، وكيف يجد العنكبوت حلاً للصمود تحت الماء، وكيف تكمن أسس ذكائنا البشري في بناء أعشاش القردة. إذن ما مدى براعة حيوانات الطبيعة الأم العبقرية في البناء؟ إن العالم الطبيعي مكان مخيف، ويعد العثور على مكان آمن للبقاء أو النوم أو التكاثر أحد أكبر التحديات التي يواجهها الحيوان. في محاولة لتجنب مخاطر العالم الواسع الكبير، اختارت بعض المخلوقات الذكية بناء سبل لنفسها للخروج من المتاعب. من المؤكد أن التنوع الهائل في الهياكل التي تصنعها يستحق تحليلا دقيقا، لكن عندما يتعلق الأمر بالحيوانات والبناء لا بد لنا أن نبدأ من القنادس.